الموت. لا لا الله يقطع ام الضيقه. السلام عليكم، جبت مقطع جديد اليوم، جايب لكم مقطع ماب كراش الجزء الاول، واليوم معي محمد فايروس. يا ايوه دقيقه، انا مشغول شوي. دقيقه، حط كود شوب. يا سيل قاعد تشتري؟ اي هذا هو قاعد اكتب. ايه قاعد اكتب. ها كود شوب. كود ما عليك، ما حطيت. طبعا محمد قد له معي ماب كراش، لكن مو بنفس المصمم حق الماب هذا، عشانه لعمي الجزء اللي راح، مو بالجزء اللي راح، لعمي ماب من قبل، ماب كراش كان رهيب، فبإذن الله هذا الماب يكون رهيب بعد. الماب اللي راح كان مدي عربي ولا مو عربي؟ والله اني ذي ما ظنتي. لا مره قديم، لا من زمان مره. فيقول لك من فضلك قبل ان تبدا الجيم قم بالتالي: يفضل ان تذهب وتوقف تشغيل الخريطه. اوكي، روح على الخريطه ماب اوف، اذهب لاعداد صوت وارفع الميوزك الى 40 وباقي الاصوات من 50 او اكثر. انا عندي الاصوات اصلا مزعجه فما ابغى ارفع مره كثير. ملاحظ ممكن تشوف بعض المراحل ما تشبه لعبه كراش لكن نفس فكره اللعبه. اضغط هنا عشان تبدا اللعبه. بسم الله. طيب يقول: مرحبا بك في جزيره كراش. الماب يتسع من شخص الى 3 اشخاص فقط. اكيد كلنا نعرف الشخصيه الحلوه هذه واللي هي كراش. لو ما تعرف الشخصيه هذه اسمح لي انت عاد يقول متخلف انت اذا ما فهمت اللعبه او ما تعرف كراش. ما راح نشوف الشخصيات الرئيسيه باللعبه، وهم كراش اكيد المعروف لا يعرف، وبرزق اكيد حبيب الملايين وهو مساعد شخصيه كراش. وهنا يقول: وايضا ما ننسى الشخصيه الغثيثه وهو عدو كراش، ابو راس اصفر محفر رجفته حرف ان، واسمه دكتور نيو كورتكس. والله توني عارف اسمه صراحه. راح اذكركم شنو كان هدف اللعبه بشكل مختصر عشان ما نضيع وانت تلعب. الدكتور نيو كورتكس كان يبغى يسيطر على العالم، جلس يفكر طريق عشان يسيطر عليه. جلس يفكر لما جت فكره، وهي انه يصنع جهاز يقدر من خلاله انه يسيطر على عقول الحيوانات يخليهم اتباع له. طبعا نجح الجهاز وسيطر على اغلب الحيوانات ما عدا حيوان واحد اللي هو حيوان البندقوط واللي هو كراش. بندقوط هذا؟ والله اول مره. وش ذا وش بندقوط هذا اصلا؟ فالدكتور نيو كورتكس ما استسلم وحاول باكثر من طريقه انه يسيطر على كراش، لكن كل تجاربه فشلت. خلاص خلصنا ما اتوقع بعد القصه. استمر اخونا بالله دكتور نيو كورتكس انه يسيطر على كراش، لكن ما عرف شلون ما قرر يقتل كراش عشان ما يخرب عليه. وقتها طلع حبيب الملايين برتقال عشان يساعد كراش، وقرروا انهم يخربوا على الدكتور كل شيء يسويه عشان ما يسيطر على العالم. عشان نهزم الدكتور لازم نجمع جواهر بنفسجيه وبعدين نروح نحاربه عشان نفك العالم من شره. في كل مرحله في جوهرتين لازم تجمعها اثنينهم عشان تفتح المرحله اللي بعدها وكذا. اوكي، لا تخاف عندك ارواح لا نهائيه، لكن اذا مت في نص مرحله بتعيد مرحله من جديد. يا ساتر الموت. هاي شكل الجوهره اللي لازم تجمعها، هذا شكل تفاحه حقت اللعبه. اوكي يمدينا ناخذها؟ لا ما يمديك. طيب قاعد احاول. اوكي عرفت ان اهم شيء مجرد دخولك في الريفت راح تبدا اللعبه. الرجاء الضغط على الزر الموجود يسارك تحميل الماب. خليك لي 5 ثواني بعدها اضغط الزر. اضغط عليه، خليك 5 ثواني وانا بضغط الحين. راحت 5 ثواني بعدين تعال هنا. اوكي بسم الله. شفت فكره اصلا الدخول بس الحالة كان البدايه حقت كراش. يقول: منطقه الانعاش اذا مت بترسبن هنا. والله الفكره حلوه، في سريرين هنا. ها وات هلا يبي بالله جامدة. اسمع الدقة يا انا بقوم برقص. والله باقي بس الدي جي. والله ديم اقسم بالله دقه رهيبه. اوكي شوف الموت، شوف المرحله كيف بردق. اسمعني كويس يا كراش. اوكي والله ديم التصميم. عندك 5 مراحل راح تفتح لك بالتسلسل. اوكي لازم تخلص 1 بعدين 2 بعدين 3 بعدين لازم كل مرحله مجوهرتين. يعني الحين ما في ولا مرحله فاتحه لك الا المرحله الاولى. خلينا نتاكد هنا لما يخلص كلام. انت تفتح المرحله الثانيه لازم تجمع جوهرتين للمرحله الاولى. يعني لو تخلص مرحله بدون ما تاخذ الجوهرتين ما راح تنفتح لك المرحله الثانيه، يعني لازم تعيدها. اوكي نفس الوضع ما باقي مراحل فشد حيلك. خلص كلامك يا بردقة. انت بردقة حقي ولا لا؟ كذوي شفيك جوعان قاعد تاكل ملفوف. شفت كيف التصميم هنا؟ كأن مراحل كراش اول ما تبدا. اوكي يحط لك الاماكن هنا ولازم تخلصها بترتيب هنا 1 2 3 على هذا الحال. بسم الله يلا ليتس جو. اوه هذه تفاحات. اوكي اوه والله ديم اسم الصوت دقه. اوه شفت الحركه هذه؟ هذه تنطط كذا فوق. ديم عرفت اللي تجمع 10؟ ايي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 ي
اوكي هنا يرجعك ما يعني من بداية المرحلة الأولى وأنا ميت فروض يعني بس إن الحمد لله ها ليش ما ياخذ دور يلا روح ايش فين اوكي يو بتطيح والله الليفل هذا يوتر الله اوكي 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 الحمد لله طيب يقول هذا البونص مكافأة ادخل وراح تحصل جواهر اوكي عرفت اللي يعطيك العاب زياده وحياه زياده حاط لك يمين بالله العظيم اهنيك على التصميم ورب الكعبة اهنيك على التصميم يا ساتر واو اوكي الليفل اللي بعد كذا على طول بعدين كذا بعدين هوب بلالي اوكي هلا بي هلا بي هلا بي والله تصميم رهيب عجبني مره اوكي هذه الجوهره خلصتها اوكي كفو والله دين جمع هنا مجرد انك تيجي فوق الصندوق اللي كذا راح تنفجر بعد 3 ثواني وابعد عنها عشان لا تذبح كذا انفجرت اوكي انا ايش فين اوه اسمع الصوت ويطلع منها بعد اوكي بس في تاخير يا اخي بتجميع هذه الاشياء ما ادري ليش بعضها يب 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 يعني. في بعضها مو كلها هلو بي جمعتها كلها حلو هذا كله ليفل واحد يا ساتر الموت والله الموت اوكي يا رب اللي بعده هذا بينقز كذا فوق اوكي جيب لي بعدها لفوق او ماي جاد جبتها كلها هذه نهايه المرحله والله رايق مره يا حبيبي وين تصميمه رهيب 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 اللي بعده يكفى نطلع اخر شيء وبعدها سيده لا توقف ابدا اوكي شباب وصل محمد و يلا بسم الله على بعد عناء طويل اوكي هنا كفو عليك كراش هذا خلص المرحله الاولى اوكي بروح المرحله الثانيه الحين اوكي الثانيه هنا ما ترتبت اوكي مشكله ما ترتبت ها كفو طيب قاعد ارد انا 2 3 4 5 لاحظت انت 1 2 3 4 5 ليش كذا يلا المرحله الثانيه ما بكثر كلام اوكي ليتس جو ها صندوق الاوامر اذا وقفت فوقه راح يعطيك اكثر من اوكي ها بس كذا احس اني قاعد اسوي شيء غلط انا والله زيك في اوامر هنا في صندوقين كيف اها هذا يفتح لهذا اوكي كيف فهمت هذا اوكي انا بروح من هناك ولا إيه تروح يمين انت راح افتح هذا اوكي اضغط عليه شفت كيف الحين نضغط على هذا يفتح شيء ثاني يفتح هذا يب نايس اوكي اللي بعده والله طريقي يخوف شوي هذا شو اوه ستارت هذا شو يختفي الجدار بعد ها يلا امشي مش حرك والله خرجت تكفى لا ما يمدي يقطع شكل القهر انت شوف اول ما تفعله على طول حرك اوكي على طول هو الخمك تو والله الخم يقصف يخرج هلا بي ايش ها ساتر والله صوت مزعج مره اوكي راح انت لا طحت انا طالما القهر ما قدرت اسويها يا والله احس انها صعبه شوي حلو ايوه حلو تكفى كفو الله وين ها لا لو طحت لا جبت العيد لا نطه نطه غبيه هو في الاخير في نطه تدري اصبر وقف 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 شوف النطات ركز على فوق اوكي نط على ذا كلها نطه ورا نطه اي نطه ورا نطه بس يمديك تنط على الكرتون نفسه اكثر مره فهمت اوكي اذا انا بجي هنا يسار يمين يمين يسار بسم الله تكفى لا يا اخي ام عدت معي انا اشفين اشفين والله اوكي وحش نط حلو اوه لا وين الاخيره وحش الموت لا لا الله يقطع عنا الضيقه في تكمله تكمله بلوكات يا الله يا اخي ليش قايل لك عز الله يعزك عز الله يعز ارضك خشمك بلوتوث ارحب يا اسطول البحري ارحب ثم ارحب الاخيره جبتها والله جبتها في تكفله بعدها هذا وين اروح الحين لا استهبال يمين بالله استهبال والله استهبال ديتها يب باقي هذه
الله تكفى ما في تشيك بوينت الموت. جمع هذه الاشياء. المشكله ما ادري هل اذا خلصتها انا انك عادي ترجع. شلون بترجع اصلا؟ شفت الخشب الاخيره؟ شفت الخشب الاخيره؟ اذا جيت تنط عليها نط وانت قاعد تناظرني. ايوه نط وانت قاعد تناظرني لان بنطتك على الحنفيات اللي عندي. اوكي اصبر هذه بعدها اللي بعدها اللي بعدها مو بهذه لا نط على هذه. ايوه شوف اللي بعدها نط وناظرني قدام على فوق شوي بنطتك على هذا الشيء. انط على الحافيه هنا على الحافيه على الحافه. اي على الحافه. تكفى الله. يا ربي يا ربي الحمد لله يا رب الحمد لله. هذه مرحله ثانيه ترى بدخل حلقه العجائب. ايش رايك تخش انت؟ بس خش انت لان ما ودي اجي بعيد. اوكي اوه لازم نطم فوق كلها. وشو تعيد مره ثانيه؟ لا دقيقه. يا ساتر. اوكي اللي بعدها. يا ساتر وش المرحلة؟ ديك لا 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 خليك تكفى خليك تكفى. هات هات ابرك شرب. دخلت والله. هذا بيعذبنا. هذا مت الحين خلاص والله. لكمل على هذا بدونها. ساتر تصدق الحين ما خلصنا ما جبنا جوهرة. هذه اوه المجوهرة اصلا عندي يعني لازم يعني لازم اخلص اصلا المرحلة هذه. بطني. اللهم صل على النبي. واعرف الحين لما الواحد يموت. تكفى موت تكفى موت. هلا 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 تكفى. الله الله سلوم. انا اسف والله اني اسف. وجه يا سلام يا سلام يا سلام. ايش الجمال هذا يا راعي الماء بالله مستوى. لا تخليني احط المقطع حقك كم مدته بس. لا لا انا اسفين اسفين. لين 44 دقيقة حلو. لو هنا مت انا لحظة. هذه شلون هذه؟ احس في سر هنا. لازم اتوقع اوامر. الله لفلات رهيبة يمين بالله ذي. اقسم بالله رهيبة. صح انها يعني ها شو؟ تنبيه اذا طحت ومت ما راح ترسبن الا في غرفة الانعاش. هذا فهمت الحركة انا فهمت الطريقة. اوكي يعني لازم نطلع هذه. حلو. اهلين اهلين. يا رب ما اموت بس. هذه نطيطة الى اوكي. ها وات اصبر اصبر ما استوعبت هذه انا شلون. ها اوكي لازم نرقى فوق. يا ساتر يا محمد والله يا ساتر الموت. خلص المرحله ذي اساسا اني لما اروح غرفه الانعاش اقدر ادخل المرحله الثالثه. والله انا مشيت والله والله مشيت. كويس كويس كويس. هذا وشو؟ ابحث عن اداه لفتح الباب. جاري بحث في الصندوق. جاري بحث ها؟ لقد وجدته. اوكي اوه كذا فتح الباب حلو والله حركه رهيبه حق الصندوق. اللي بعده وشو؟ ابحث عن المخرج. شوف انا تحرياتي واشواقي تقول تنط كذا تنط كذا. اوه في شيء فوق. اوكي يا رجل ممكن انا تحرياتي وشوق تقول لي مو هنا. تحرياتي وشوق تقول لي هنا. شوف ممكن تروح بعدها. اوه يمكن ورا هذه. اوكي يس. يمكن ورا هذه والله صدق والله في باب والله. شف يعني قلت لا مو بحاط انا. اوه ما شفت بعد. اوكي يا ولد كان احنا فيران بريزن بريك. ها ها لا امشي امشي وعلقت. لا مالك مالك. حلو. اوكي الحين نمشي. يا رب الباب مفتوح بس. اوكي اخيرا يا ساتر. اوكي خلينا نضغط على ذي. وشو فتحنا؟ ما فتح الباب يمكن. اوه هو مفتوح الباب. لا تقول لي مو في تكمل الماب كانت مقفله. لا تقول نرجع والله يمكن الموت. عدت انا من البدايه. وش عدت من البدايه؟ شوف ويني شلون طحت ومت وعدت من البدايه. الا والله اوه التكمله ديم. بس والله يا طولنا والله يا طولنا. يا ساتر الله يعينكم. ذا المقطع شكله بيصير جزئين. هو جزء اول حاله. اوكي ناخذت هذه. خلصنا المرحله الثانيه ديم اخيرا. يا عمري كراش يلا نروح المرحله الثالثه. نرجع لكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. والله مره طولنا. اوكي هذا هذا اوه مكان ابو راس. يب اوكي والله ديم. ساتر اوه والله يا اخي تصميمه حلو والله.
والله موتي حلوه والله. والله كلنا ماتنا. لا تقول لي كذا تبدا. لازم اخلص المرحله الاولى عشان هذا. اوكي. حلوين حلوين. تكفى تكفى قبل ليفل بحبه بس. ايوه. 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 بس ما اخذت هذه. اسوي نفسي زيك بس ما اعرف. والله اني غبي. طحت. تنط كذا. على طول تعطيها نطه فهمت؟ لازم تجيب العلم تحطه هنا. ها؟ اوه هذا العلم. لا تقول لي من هنا تمشي. ايوه زي الالف. لا تمترون في المبات الله يعطيك العافيه. لا تمترون والله العظيم. صح انه مو صعب هذا. والله استناني. انا شوف انا استناك. شلون اروح من هنا طيب؟ جت. وش هذا؟ هذا ويش؟ اوه هذه تكمله. اوكي. تنبيه اذا اخذت العلم لا تضغط زر اللي يصوب عشان لا يرمي العلم. مع العلم اذا طاح عليك العلم بالغلط ما راح يرسم الا بعد 5 دقائق. هيا انتبه. ما اضغط ولا شيء والحين ارجع زي الالف. يا ساتر. انا خوفي ان الحين اني اموت. اوكي اعطيه يعني بيروح عليك. بيروح علي بعدين ما رجعنا الا بعد 5 دقائق وما استفدنا ولا شيء. ولا شيء بالضبط. انا شيء الحمد لله جبناها. طيب حلو. الله وقف النص. اوه اوكي. ها الموت علم بعد ثانيه. والله دايم الحركه يا ساتر. يا والله شكلها تمتير. اوكي هذا بي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. هلا يمين بالله فله. اوكي زحلق الحين. وزن 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 وزن. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. الموت الموت. تكفى. لا لا مستحيل. اقطع بليز. يا اسطورتي. لا 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 لا. يا اسطورتي. ايه لا تمدح لا تمدح لا تمدح. لا لا الموت يمين بالله انه صعب. اقسم بالله انه صعب. يا الله يا ربي. لا تكفى. لا مستحيل مستحيل مستحيل. صورة. لا في هذا في ذا شوف لا تنت عليه. يلا يا ربي يلا يا ربي. اوه يا قوه. والله مستوى يا راعي الماب مستوى. هنا مستوى. ندخل. اي والله اوكي. شلون هذه؟ دقيقة في هنا هذا وش هذا؟ في زر في شيء؟ وات؟ ها؟ ما ادري تبي نعيد هنا؟ عشان تفتح جدار لازم تكسر جهاز وتعطل الكهرباء. امشي 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 امشي. هذه صارت شكل الله ياخذ بليز. هذا وشو؟ وشو؟ والله ما ادري. اوكي خلنا نشوف. اتوقع يب شوف يعطي الكهرب كان بالغلط بعد. تشوف؟ اوه هذا هذا هذا. اتوقع نعطل هنا بعد. اوكي. وين طيب؟ اوه فتحنا جدار هنا. لازم نلقى واحد ثاني. اوه في واحد هنا. وينه؟ تعال. وات شلون ما شفته ذا؟ والله ما ادري. اوكي فتحنا الثاني صح؟ والله ما فتح ولا شيء. اوه كل شوي تغير مكانه. اوكي. في هجوم بيجيك يقتلهم بالبكاس لكن انت ولا يدمجولك لان اوكي يقوم بتموت بغرفه الانعاش على طول. اذلف اذلف اذلف. في ناس هنا. اذلف. تعال. في ناس هنا. في زومبي هنا. في واحد النص هنا. اوه باركور. بس كيف نرجع؟ لازم نبدا من هنا. يا ساتر. والله يا ليفل طويل. اعوذ بالله. الموت. لا ما يمديك كمان تلحم كذا على الجنب. يا بتصقع في جدار. يا رب يا كريم. يلا اللي بعده. اللي بعده. اللي بعده. يا ساتر. اوكي اتوقع اخر شيء اللي فوق ذي اتوقع. يا رب. كسره. اوه فتحنا. فتح اسحب اسحب عليه. تعال يسار تعال يسار. يا ساتر. انحسر. ادريف ادريف. عز 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 الله يعزك. عز الله يعز ارضك. هو حاط السفام هنا. تعال 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 خلينا نخش. اوكي. ها؟ أنا لا هذه المرحلة ال يب سرية. المرحلة ال ما خاب ظني ان في مرحلة زي كذا ما فيها اي شيء ثاني بس عبارة عن في مين تلف يسار زي كذا. اوكي. اها الموت. الموت. اوكي اللي بعده. اللي بعده اوف 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 اوف. اللي بعده يا ساتر. اوكي اها ها كذا النظام لازم نطات. هذه بموت فيها صدقني. هذه الموت. بسم الله هي صعبه. مباراه توزيع مره. خذيتها جي جي. اوف خلصت. الحين وين نروح طيب؟ هلو.
هذا شوف عند الموصل هنا بس تلاقيه هنا المكان. اوكي كمسار يطلع واحد ثاني بداله اتوقع هنا. بس ايش وضع المرحله دي؟ انا قاعد اشوف هنا. اوه فتح المرحله هذه. يب كيف طيب اهو. اوه بهذا ننط حلو. يش حلو يا اخو. اقسم بالله الماب رهيب بس انه طويل مره. يب تمشي مشي اهم شيء وزلها في النص. اوكي ايه لا انا معرف معرف. اوكي ترى بعد ما تلف ترى في نطات انتبه. ساتر هذا نيو. اوه الموت علابي. اها ما اتفقنا على كذا. كل شيء اتفقنا عليه الا هذا. اوكي في عالم انا اشوف انك انت تروح تجيبها. شلون خلصتها هذه اللي تلفلف على اليمين يسار؟ والله ما ادري والله العظيم يا سلوم انها كذا هجت معي ما ادري ايش سويت. اه ربي يا كريم. اوه سهله سهله ما ادري كيف هجت معي انا وصلت. اوكي شوف الحين في عندك هنا العلم لوكت. في هنا علم لازم يكسر. في هنا جهاز هذا لازم يتقفل وفي جهاز فوق كمان. انا خوفي انه وشو الحين ابغى اعرف لو متى انت تعيد من البدايه. لازم اكسر اول شيء. الله يقطع ام الضيقه والله ضيقة. في زومبيز وما يقدرون يطيحون. سلام شي حركه شي حركه. هلابي 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 القم القم تعدش الذكاء. اها لازم تكسرها كلها. حلو جي جي اربع الظاهر. موتنا ايزي ايزي ايزي. او هذه مجوهره. ليتس جو. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. اوكي اللي هنا بعدين نرجع لورا. يا ساتر يا رب. انا لازم اخذ الجوهره ولا ما يحتاج؟ طاح طاح طاح. ود هاك وين نروح الحين؟ وش ارجع؟ طاحوا هنا. شفت طاحوا مو في المربع لا طاحوا في البلوكة اللي بنط عليها. هل اني اطيح الحين عادي؟ انا اطيح اجرب. لا عادي اصلا ما زال. اوف تكفى عاد. الف مبروك يا رب. الحمد لله. والله باقي الاخيره هنا. يو اوكي موت فيها. اخر واحده الحين على هذا وخذه. اوكي الحمد لله سلام. انزل اطيح عادي؟ لا 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 هو ايش تقول؟ تكفى لب ثلاثة خلص. تكفى الف مبروك. تكفى لب ثلاثة خلص. تكفى انا ما عاد فيني تحمل اي شيء خلاص. هذا وش هذا؟ وش؟ بودق اقسم بالله انك اسطوره يا ابو اذن. اوه معليش قصدك يسب هذا. هذا قاعد يسب. هذا قاعد يسب. اقول خل مودي بحاله وخلني اكمل. اوه فهمت. بلا تنمر يا شباب. انا ما يدخل والله صاحب الماب. اغنيه كراش خلنا نشغلها الحين. خذينا طاقه شوي. يلا حرك الليفل ثلاثه. لا اصبر اربعه. تخيل دخلته من جديد. ضيعت انت. اوكي ليفل اربعه. ما بديت اسكت الاغنيه؟ والله انا اسف محمد اني جبتك ماب بيتمم الساعتين. اسف. يا رجال يا رجال حصل خير يا ابوي. انتبه يذبحك الشعاع لانك لو مت بترسبن غرفه الانعاش. الموت الموت الموت. حلو. بيض الله يور فيس. دمج اهلي. ترى كنت بتموت بس انت مشلد عشان كذا. يب يب يب. اوف جبتها 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 جبتها. هذه السي خليك واقف هنا عشان تهيل. اها ايمي الفكره. الموت اوكي. تستاهل تكلم. تحكى تحكى. ما ادري يا ساتر. وحش. الموت يا ساتر. وش ذي يا الله. ويش تنط من فوقه بس عادي سهله. زبد انا بحرك عشان يمديك تاخذ راحتك يعني. اوكي اوكي. هواي الاولى هواي الثانيه. او ماي جاد نطيت عشوائي. اقسم بالله نطيت عشوائي يا ساتر. هذه كيف؟ والله نطيت عشوائي. وش هي؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ام جوهره هنا. خذيت خذيته. اللي بعده
تكفى خلص لي الليفل. الله تيك بوينت. مستوى مستوى يا راعي الماب مستوى الحب. الله من دقيقة 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 وين المستوى؟ انا خلينا هيلي ودع انا قاعد اقول المستوى يا راسكو. هذه بطاطس يعني تعطيك السرعة او الزحلقة هذه. والله الليفل رهيب. اوه اوكي والله الليفل رهيب توني اقول رهيب. الله ياخذ ابليس. ما وزن شيء. ايزي بس ايزي خلصتها. يب بروح ها وشو هذا الحين؟ هذا ليفل حاله ترى الحس. والله اتوقع انه ليفل حاله. ها جاني صداع في بطني. هذا طقه كذا يعني. هذه كيف هذه؟ انا صدعت عيال. وانا اروح الحين؟ ها ساتر عندي ذيك. عرفت الماكينه؟ ايه 43 ثانيه تجي. تجي محمد انا اقول لا تجيني لا تخلصها معي. ها يمين بالله انها كثير. اقسم بالله انها كثير. يا ساتر يا رب. ولو نطه واحده غلط جي جي. خلينا نخلص هذه اللي عندي. هذه وزلها بس اذا شفت ان البلوك او هذا راح يسار وزلها راح يمين اخر شيء زي كذا عشان تموت زيي. اها كذا نظام. ما يمديني امشي هنا لو انا مخلص اتوقع. يا جاني درو لاج. يا رجل يا رجل يا رجل استهبال قاعد تصير. اعوذ بالله. قاعد تقولي صعب بس لو تفهم له. والله لو تفهم الى بكره يا رجل. تقول لي الجزء الاول حلقتين. يا ساتر ام عاد اليوم وصلت عند النهايه وما ادري طحت. انا مزعلك شيء علمني. بس انا مزعلك شيء قل لي. اعترف لي يا اخي. والله حرفيا صعب 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 بشكل اعوذ بالله. انا ودي اوريك الليفل حقي يا محمد عشان تنصره شوي. لا انا كذا بوقف ترى اوريك. فخلينا نخلص اللي عندي نتفاهم يعني. صار النطه هنا. اوكي انا قاعد انط هناك. الله ياخذ مخي. اللي صعب انه ما ينط زي الناس. هذا بيوصل. اوه هلا بي. تكفى وصلني. تكفى تكفى وصلني. الله يعطيك العافيه. تكفى تكفى وصلني. تكفى. الله 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 اللي بعده. الله حاول تيجي فوق بلوكه الاوامر. من بلوكه الاوامر. اوه دام. اوكي لازم نجي فوق البلوكه الخضراء هذه. ايه كل اللي سويته راح ابا منثوره. الله يكفى ام الضيقه يا اخي. طيب درع من الحين بدون ما تسوي سيكرت. هذا بوريك اياه. هذا اصعب منه هذا. طيب السيكرت ايش فايدته؟ بوريك هذا بسوي مره. طيب اوكي بس ركز بالحمل لوالديك. ركز. لا الله يقطع ام الضيقه. ولكم ضيقه. اعطيه محاوله اخيره خلاص. اعطيه محاوله اخيره. خاربه خاربه. قل لي ما اقدر. واقسم بالله ما اقدر. لا ذا الليفل ولا ذا الليفل. ما اقدر حرفيا ما اقدر. رجعه الله رجعه. جاني دروب لا اخر محاوله اخر محاوله اخر محاوله. خلاص 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 بعدين قدرت اتحمل قسم بالله. والله العظيم الماب حرام 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 اني احط هذه الليفلات. اقسم بالله حرام. خرب الماب. انا اسف بس والله العظيم الليفلات جدا صعبه جدا 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 صعبه. اوكي بدا يجيني لاج بينك. جاك الت اف 4 زودا على هم ليالي لاج. المهم بس هيك مقطع اليوم. زي ما قلت لكم انا ما راح اكمل ماب لكن اذا شفت دعم يسكتني يقول لي اقول كمل الماب بكمله لكن حدوده معقول يعني. ما راح اكمله من الليفل او ما راح اعيده من ليفل 1 لا بكلم صاحب الماب وكذا. واذا ما شفت دعم كانكم ما شفت الماب حرفيا. هذا كان مقطع اليوم. قناه محمد في الديسكربشن كود الماب اللي يبغى ينجلط زينا. يعطيكم العافيه على المشاهده. يشوفكم على خير. السلام.